لقيت رسالة القبول جت بدون أي طلبات إثبات، وده ليه هقول لكم على السر دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دايما. معكم السيد نعيم. في ناس كتير جدا الفترة اللي فاتت فتحت حسابات في شركة او جي ادز، وفي ناس كتير ما عرفتش تفتح حساب للأسف الشديد. وطبعا مش على قد واحد هنعمل له حساب او اتنين، لا ده في كمية رسائل. فانا هشرح لكم انا عملت ايه بالظبط وانا بسجل وجالي رسالة القبول في 36 دقيقة بالظبط. طبعا دي الرسائل، انا التجربة دي كانت تمت يوم 10 سبتمبر، تمام. اكونت ريجستريشن نفتحه، تمام. كانت الساعة 7:46 مساء، ده الوقت اللي انا بدأت اعمل فيه حساب. رسالة القبول جت بعدها الساعة 8:21، تمام، برضو يوم 10 ديسمبر. يعني التوقيت ما بينهم حوالي من 30 ل 40 دقيقة. بنعمل الترجمة إلى العربية هيقول لك تمت الموافقة على طلب الحساب. طيب احنا سجلنا ازاي؟ الموضوع بسيط يا جماعة، هنعمل حساب قدامكم. طبعا هتدخل على شركة او جي ادز وتدوس على ريجستر، او تدخل على الرابط اللي اسفل الفيديو تسجل لو انت حابب تسجل تحت ريفرال شغال كويس. الادرس انفو اللي هو العنوان، يوزر نيم هنا بتكتب اسمك، الاكونت انفو هنا يا جماعة. اول حاجة اليوزر نيم، هيقول لك حط اليوزر نيم بتاعك، هتحط اليوزر نيم بتاعك. تاني حاجة الايميل بتاعك، حط الايميل كده عادي. الباسورد لازم يكون حاجة كده قوية، تمام. هتعيد الباسورد تاني، يبقى اول صفحة اليوزر نيم والايميل والباسورد هتعيده مرتين. وبعد كده هتدخل على تاني خطوة اللي هي النكست ستيب. هنا كده الادرس الفيرست نيم هتحط اسمك الاول، اللاست نيم هتحط اسمك التاني، الاسم التاني هتحط اسم طبعا والدك، الادرس العنوان اكتب هنا مثلا الشارع بتاعك، تمام. الادرس 2 هتكتب الحي اللي انت تابع ليه او المدينة، التالت برضو هتكتب المدينة، ريجن هتكتب المحافظة اللي انت تابع ليها، البوستل كود هتكتب الرمز البريدي التابع لبلدك، طبعا تحتيها كاونتري هتختار الدولة اللي انت فيها. يعني لحد دلوقتي الحمد لله ما فيش حظر للدول شفته، تمام. بقولك انت سمعت عننا فين، انا بكتب مثلا فيسبوك، شرطة كده صغيرة او كلمة اند، وبعد كده بكتب يوتيوب. بقول لك انت شغال في شركات سي بي ايه من قد ايه. طبعا اللي انا عملته كتبت 2 years، انا الحمد لله بفضل الله يعني تقريبا 5 سنين، بس ده اللي انا عملته. كتبت من واحد من سنة لسنتين، تمام. هنا بقى الايرنينج، الايرنينج انت ممكن تختار مثلا اندر 100 لو انت هتعرف تجيب اثبات سحب باقل من كده. عملت من 250 ل 500، ده اللي انا عملته. هنا بقول لك حط لي الشركات اللي انت اشتغلت عليها، يعني شركة مثلا اد بلو ميديا هنحطها هنا كده، وبعد كده مسافة وشرطة ومسافة تاني، وتكتب مثلا سي بي اي جريب، ده اللي انا كتبته. عايز تزود انت زود عشان ما نبقاش زي بعض. ولما تيجي سمعت عننا فين اكتب مثلا جوجل، فيسبوك، جروب، يوتيوب فيديوز كده يعني، تمام. تنزل بقى تحت شوية، طبعا هنيجي على الترافيك سورس انفورميشن. بيقول لك هنا ايه هي القطاعات اللي انت شغال عليها او الاجسام اللي انت شغال عليها. ممكن انت تكتب مثلا جيفت كارد، ماشي، مسافة جيمس، مسافة بوكس، تمام. يعني انت نوع في القطاعات او النيتشات اللي انت شغال عليها عشان ما نبقاش زي بعض، تمام. هنا بقول لك الترافيك المدفوع انت بتجيبه منين، هنكتب له هنا مثلا جوجل ادز، يوتيوب ادز، فيسبوك ادز، تمام. ممكن تزود، ممكن تكتب اس اي او، يعني حاول تنوع في الترافيك، تمام. هنا بقول لك حط لي اللاندنج بيج اللي انت شغال عليها. انا حطيت 3 صفحات لاندنج بيج شغال عليها. انت لو ما عندكش صفحات لاندنج بيج وتكون شغاله هتعمل ايه؟ هقول لك على حاجه انا حاولت فيها ونجحت برضو مع بعض الناس. ادخل ابحث بالنيتش بتاعك، زي مثلا ببجي يو سي او شداد ببجي في اليوتيوب، هتلاقي ملايين الفيديوهات اللي بتشرح ازاي تجيب شداد ببجي. منهم فيديوهات بتبقى شغالة سي بي اي وبتبقى حاطة الروابط بتاعتها تحت الفيديو. هتشوف 3 روابط كويسين جدا ويكونوا شغالين، وتروح واخد الروابط دي حاططها لهم في الليست هنا دي. انا جبت ال3 روابط وحطيتهم، هنجرب تاني. هحاول برضه اوفر لكم شوية صفحات هبوط كده من عندي، تمام، وارفعه لكم عشان يسهل عليكم اي نيتش انتوا شغالين فيه باذن الله، بفضل الله تعالى. اعتقد 3 كده كفاية، تمام. بتنزل بقى تحت شوية تكتب رقم تليفونك،
وهنا كده لازم يكون عندك سكايبي، لو ما عندكش تسجل واحد على السريع مفيش مشكلة، هسجل حساب كده على السريع قدام حضراتكم. هنخليها ويب عشان نشتغل على الويب، وهنيجي على تسجيل الدخول دي، هنختار التسجيل لأول مرة، هنيجي نجيب الإيميل بتاعنا كده نسجل بيه، تمام. هنكتب كلمة المرور، الاسم الأول والتاني، هنا بتختار الدولة وتاريخ ميلادك. هنا هيبعت رمز على الجيميل، هتيجي نجيب الرمز كده. تسجيل سهل يا جماعه، ماشي، تسجيل في سكايبي سهل جدا، تمام. وبعد كده تعلم هنا عادي، تختار التالي كده، هو بيكريت لك الحساب. هنا كده لازم تتخطى الكباتشه دي، هتختار التالي، هو هنا هيقول لك اختار الحاجات. يعني هنا كده بقول لك السهم رايح كده، يعني هنخلي العربيه تروح مع السهم بتاع اليد. ارسال اكتمل التحقق. هنجيب بقى سكايبي نحتفظ بيه كده في المتصفح، عشان ايه لو جات لنا عليه رسائل نقدر نتابع، تمام. هنا كده بتدوس سكيب، عايز تحط صورة بقى وتظبط البروفايل عادي مفيش مشكلة، لو مش عايز خلاص تمام. تيجي تعمل ايه، تيجي على جنب اليوزر نيم عندك هنا في 3 نقط، تمام، بتعلم عليهم، وبتيجي على السيتنج، تضغط على السيتنج سكايبي نيم اللايف سي اي دي، بتيجي تعلم عليه كده وتاخده كوبي، تمام. تطلع تاني على صفحة التسجيل وتحط السكاي بي هنا، تمام. تليجرام، تليجرام لو عندك تليجرام ماشي، ما عندكش حط رقم تليفونك عادي، وبتدوس نيكست ستيب. هنا كده بقول لك الفينش، هتعلم على يس اي ام نوت روبوت، بعد كده فينش، تمام. قال لك هنا ايه ريجستريشن سكسسفول، تمام. انت كده هيجي لك رسالة اهي اكونت ريجستريشن كده، خلاص هو بقول لك انتظر الموافقه مننا، احنا كده منتظرين الوقت بتاع الموافقه، تمام يا جماعه. والموافقه غالبا غالبا بتيجي من نص ساعه لحد ساعتين، تمام، ولكن هي جات لي في خلال 36 دقيقه بالطريقه اللي انا سجلت بيها قدامكم دي. لو طلب اثبات دفع اي حد صديق ليك يكون مشترك في اي شركه سي بي اي، تمام، وروح جاي على صفحة البيمنت هيستوري هنا، وروح واخد سكرين من الصفحة دي، تمام، لان هي دي صفحة المدفوعات، تمام، فيها التواريخ وفيها القبض بتاعك وفيها التابلتي اللي هي وسيلة بقى الدفع بتاعتك، باي بال، بايونير، ايا كان تضايف ايه، وهنا الدفعات كلها بيد بيد بيد، بتيجي تاخد سكرين من الصفحة دي، تمام، والدنيا بتبقى تمام معاك. ودلوقتي يا شباب انا مرضتش اقفل الفيديو الا لما رسالة القبول تيجي، تمام. انا خرجت بره البيت ورجعت لقيت رسالة القبول جت بدون اي طلبات اثبات، وده ليه هقول لكم على السر دلوقتي. تفتح الرسالة كده، هنترجم للعربية، تمت الموافقة على طلب الحساب، تمام. الرسالة جاية قبل 11 دقيقة، نعمل ريفريش تاني، تمام، قبل 11 دقيقة، تمام. لما نيجي نترجم الرسالة كده عشان الناس اللي ما بتقراش انجليزي، مرحبا لقد حصلت على الموافقة للتو. طيب عشان نأكد الكلام ده تعال نرجع ندخل على الحساب نشوف هو يدخل معانا ولا لا. الحساب اهو، الايميل ده هو هو نفس الايميل ده، تمام. نيجي نجرب كده دخول اي ام نوت روبوت، الحساب فتح معانا عادي جدا ومفيش اي مشاكل فيه. الدروس الجايه ان شاء الله هنتعلم ازاي بقى نفلتر ونعمل سمارت ونعمل برايفت، كل الكلام ده هنشرحه على الشركه في الدروس الجايه ان شاء الله تعالى، تمام. السر بقى يا جماعه في قبول الحساب هو بيعتمد على صفحات الهبوط اللي انت بتضيفها اثناء التسجيل، تمام. حاول تختار صفحات هبوط كويسة عشان ما يقولكش اديني اي اثباتات للدفع او الكلام ده كله، تمام. كنت معاكم سيد نعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.